لهذا يوم من الأيام أمير المؤمنين يمر على زينب هذه العالمة غير المعلمة بالمدينة، وإذا عندها جلسة نساء المدينة يحضرن تعلمهن القرآن، واصلة إلى سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وقف الإمام علي: بني زينب، أتعلمين ما معنى هذه الحروف؟ أنت لا تفسرين القرآن، أبوك باب مدينة العلم، تعرفين معاني هذه الحروف شنو؟ قالت: أبا أنت أعلم، أنت العالم، أنت باب مدينة العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: بني زينب، هذه رموز لمصيبة تصيبكم أهل البيت. رموز هاي الحروف كاف. يجي الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول: الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد، والعين عطش الحسين، والصاد صبر الحسين. مصيبة